الإعلامية السيد عبد الإله التهاني. الصحفيون المغاربة من مختلف المنابر الإعلامية الوطنية وموعد مع التكريم والاعتراف. المناسبة إعلان لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة عن أسماء المتوجين بالجائزة في دورتها 17 بحضور رئيس الحكومة وشخصيات من عالم الثقافة والسياسة. الجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية متميزة منحت للإعلامي محمد بوخزار، فيما عادت جائزة التلفزة مناصفة للصحفي المهدي مصدق من القناة الثانية دوزام والصحفيين خديجة رشوق وعزيز فخار من قناة الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. جائزة الإذاعة آلت للصحفية منى عرشي من الإذاعة الوطنية، فيما نال جائزة الصحافة المكتوبة مناصفة كل من الصحفي صلاح الدين المعيزي من جريدة ليزانسبيراسيون إيكو وصحفيين بجريدة بيان اليوم. ليس اليوم احتفال فقط بالجائزة، وإنما احتفال بالصحافة المغربية الوطنية والصحافة المهنية. ونحن بهذه المناسبة كنعتزوا بالنوعية التي تقدمت والأعمال التي تقدمت، ونهنئ جميع الفائزين، وسنطور هذه الجائزة على المستوى المادي والمعنوي حتى تليق بالمرشحين وتليق كذلك بالصحافة الوطنية المغربية. في صنف الصحافة الإلكترونية فاز بجائزة هذه الدورة الصحفي بموقع جود الوالي الزار، فيما عادت جائزة صنف الوكالة للصحفية نزهة بولندا من وكالة المغرب العربي للأنباء. جائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي نالتها الصحفية سعاد هلالي من القناة الأمازيغية، فيما آلت جائزة الإنتاج الصحفي الحساني للصحفي محمد الفويرس من قناة العيون التلفزية. جائزة التحقيق عادت للصحفية فدوى أمغار من القناة الأمازيغية، بينما عادت جائزة الصورة للمصور الصحفي أحمد بوسرحان من جريدة لا نوفيل تريبيون.